ارحب بحضراتكم جميعا في وزارة التضامن الاجتماعي. كل سنة وحضراتكم طيبين. احنا بنحتفل النهارده بيوم عزيز على قلوبنا جميعا، وهو قرعة الحج السنوية. قرعة الحج السنوية اللي بتختار 12,000 حاج من ضمن 40,000 حاج تقدموا للفوز بفرصة لأداء هذه الفريضة الغالية علينا جميعا. السنة دي مصر استعادت نسبة 20% من الفيزات والتأشيرات اللي بتقدمها المملكة العربية السعودية. أذكركم دائما بأن هذه المؤسسة قد نجحت عبر عمرها المديد الذي بدأ من أكثر من 10 سنوات، وكل سنة تزداد نجاحا واستفادة من الخبرة وتجميع للكلمة حتى أصبحت أحسن أداء من جميع الخيارات الأخرى وأقرب إلى العدالة في أسعارها وأوضاعها. فالحمد لله رب العالمين، له المنة للتوفيق.